يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول. الوقفة ديال اليوم بحال جميع الوقفات كتعبر على الرفض التام للشروط اللي جابهم الوزير اللي كتمثل في امتحان تحديد المستوى او الشرط الثاني اللي هو ان موانز، لانه في حد ذاتهم اقصاء للطالب المغربي وفي نفس الوقت تشكيك في المستوى التعليمي ديالو. هذا الطالب اللي كان غادي يكمل الدراسه ديالو غادي يجي يندمج في سوق الشغل في المغرب. هذه اول نقطه. ثاني نقطه بغيت نهضر على الطلبه اللي مهددين دابا بالطرد من الجامعات الاوكرانيه بسبب عدم دفع الرسوم الدراسيه الجامعيه. السبب انه كيتمثل اول حاجه فانه كاين واحد الفئه ديال الطلبه اللي كانت كتشتغل في نفس الوقت كتقرا وكتخلص الدروس الجامعيه ديالها، كاين واحد الفئه اللي المستوى المادي الاسري ديالهم ما كيسمحلوش انه يكمل الدراسه ديالو، وكاين واحد الفئه اللي ما عارفاش طريقه ديال دفع هذه الرسوم. نقطة اللي بغيت نشير ليها ايضا هو المعاناة ديال الطلبة في ولوج دروس تطبيقية في المؤسسات المغربية في المستشفيات المغربية. كنطلب انه يتم التسهيل ديال هاد العمليات باش يكون التكوين الدراسي مكتمل. نقطة اللي بغيت نشير ليها ايضا هو بالنسبة للجامعات الدول المجاورة لاوكرانيا، ما لحد الساعة ما كاينش واحد التفاصيل، ما كاينش واحد المعلومات الدقيقة في المراحل ديال هاد العملية ديال زعما اكمال الدراسة في الدول المجاورة. كنطلبوا الوزير يعطينا واحد التوضيحات. النقطة اللي بغيت نشير لها ايضا الخلية ادماج الطلبة كترفض رفض تام هذا الامتحان الاقصاء او الشرط الثاني اللي هو ان موانز، لانه كيف يعقل انه واحد طبيب قاتلو 6 شهور وغادي يكمل انه يدوز امتحان تحديد المستوى ومثلا لا قدر الله ما ينجحش او هذا، يعني انا كنعبر الرفض التام لهذا الامتحان الاقصاء وكنطلبوا بالادماج بدون قيد او شرط والتسريع في عملية الادماج. كما تعلمون هذه الوقفة تقريبا السابعة اللي كنظموها امام وزارة التعليم العالي. كان نشدو السيد الوزير باش يبرمج لنا واحد اللقاء نناقشوا فيه هذا الموضوع نتاع الادماج، خصوصا على انه كان قدمنا خرج بواحد التصريحات تيقول بان عمليه الادماج ستخضع للمباراه، وحنا كنا قدمنا واحد البيان استنكاري حطيناه هنا في الوزاره. كنستنكروا هذه العمليه ديال الادماج عن طريق المباراه وكنرفضوها، يعني رفضا قطعيا وكليا. حنا كنطالبوا بادماج الطلبه يعني جميعا وبدون شروط، بلا مباراه وبلا ناقص واحد، لحقاش الطلبه دخلوا من اوكرانيا تحت وطأة البحر الحرب، وبذلك ينبغي التعامل معهم على حسب هذه الحاله، يعني ظرف استثنائي. فنناشد السيد الوزير بالاسراع، خصوصا على ان الملف راه خدا الوقت بزاف والطلبه راهم في حاله نفسيه يعني عاوصه، ويعني كانت يعني هذا طول الانتظار الزم لهم الموقف اكثر، ما يعني ما عارفينش المصير ديالهم. ولذلك تنشدوا السيد الوزير باش يسرع هذه المسطره ديال الادماج. كذلك نناشد من هذا المنبر صاحب الجلاله نصره الله ان يعطي اوامره المطاعه يعني بتسريع بادماج الطلبه في المعاهد والكليات المغربيه بدون شروط، لانهم يعني دخلوا من اوكرانيا يعني تحت قوه قاهره. لا ثم لا امتحانات المنزلة، لا ثم لا امتحانات المنزلة.